العراق تم تقديم الكثير من التضحيات في نهاية المطاف لخدمة الكذب. قانون قيصر الأمريكي والزلازل يحاصران الشعب السوري. الرئيس الإيراني يضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة في الصين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في العراق تم تقديم الكثير من التضحيات في نهاية المطاف لخدمة الكذب كما يقول وزير الدفاع الأمريكي الأسبق. هذا عنوان لصحيفة The Hill الأمريكية، نقلا عن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق الذي وصف بأنه يتحدى حالة الحرب الأمريكية، وقد وصف الولايات المتحدة الأمريكية بإمبراطورية الكذب. يتحدث كريستوفر سيميل في كتاب له نشره مؤخرا واستعرضته صحيفة The Hill الأمريكية، يتحدث عن تجربته في العراق والأمريكية أيضا حيث عمل في أفغانستان، ويعيننا في هذه الذكرى بعد 20 عاما من الغزو الأمريكي للعراق بذريعة البحث عن أسلحة الدمار الشامل، لأنه لا نحتاج إلى مزيد من الجهد لكي نثبت أن هذا الغزو الذي أطاح بدكتاتورية النظام السابق وأطاح بالرئيس السابق الذي فرض على الشعب العراقي صدام حسين غير مأسوف على رحيله وعلى رحيل نظامه، لكنه أسس كما يقول كريستوفر ميلر إمبراطورية الكذب. كتب ميلر الذي شغل منصب وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة من 9 نوفمبر تشرين الثاني 2020 إلى 20 يناير كانون الثاني 2021 في مذكرات بعنوان الجندي السكرتير، وهي مذكرات صدرت الأسبوع الماضي. يقول أصبح المجمع الصناعي العسكري، طبعا المجمع الصناعي العسكري هو الذي يضم كل ما يتعلق بالبنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية، يقول أصبح الآن وحشا ذا رأس هيدرايد، هذا يعني وحش عملاق يشبه ثعبان الماء وله 9 رؤوس. مع عدم وجود مكابح والكلام له على آلة الحرب الأمريكية، وحش بس يريد يفترس. حسب ما ذكرت صحيفة The Hill الأمريكية يوم الخميس الماضي من الأسبوع الماضي، يعني 9 فبراير/شباط 2023، كتب ميلر يقول كلما فكرت أكثر شعرت بالرعب أكثر، لقد غزونا دولة ذات سيادة وقتلنا، شوف الاعتراف، وشوهنا الكثير من العراق وفقدنا بعضا من أعظم الوطنيين الأمريكيين الذين عاشوا على الإطلاق، كل ذلك من أجل كذبة ملعونة. إذن يقدم هذا الكتاب الجندي السكرتير نظرة ميلر، وهو جندي ارتقى في المناصب، جندي محترف، يعني ضابط قيادي عسكري أمريكي محترف تدرج في السلم العسكري، أصبح بعدين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وارتقى لفترة وجيزة إلى قمة البنتاغون أي وزارة الدفاع مع تزايد استيائه كما تقول الصحيفة الأمريكية من تعطش المجمع الصناعي العسكري الأمريكي للموت والدمار في الخارج. ليش يتحدث هذا المسؤول الأمريكي الآن؟ طبعا هذا ليس جديدا الآن، لأنه نحن على أعتاب الذكرى، يعني بعد مرور 20 سنة
على غزو العراق عن طريق العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية. كان قد شارك فيها ميلر منذ العام 2006 إلى 2007. أصبح غير واثق كما تقول صحيفة ذهيل من المؤسسة العسكرية، وزارة الدفاع والمتعاقدون الدفاعيون والديمقراطيون والجمهوريون على السواء ومراكز الفكر. يقول كل هؤلاء يتعطشون إلى الموت والدمار في الخارج، دراكولا، يمتصون دماء الناس. ويذكر مثالين اللي هو عاشن في العراق وفي أفغانستان، بل يقول في كتابه حتى وسائل الإعلام الرئيسية غالبا ما تبتهج بالضربات الصاروخية الأمريكية وتحث على مزيد من الانخراط في الصراعات التي يذهب ضحيتها مدنيون في العراق تحديدا. قال ميلر إن هناك حاجة ماسة، ما يكتفي فقط بذكر الرعب الذي أوجدوه والدمار الذي افتعلوه، بل يطالب بالمحاسبة. يقول إن هناك حاجة ملحة للمحاسبة في الرتب العليا من البنتاغون والقيادة العسكرية للحروب الفاشلة في العراق وأفغانستان. يقول هذا حقا يزعجني، يرى جنودنا الشباب النفاق في كل ذلك، إذا تأخروا عن العمل فسيواجهون الكثير من المتاعب، أو دعنا نقول إنهم أفسدوا قطعة من الأوراق الخاصة بطلب التوريد، فهناك احتمال أن يتم طردهم من الخدمة، ومن ثم هناك الأشخاص الذين يخسرون الحروب وينتهي بهم الأمر بالتقدم إلى مناصب أخرى في السلطة والثروة، وهذا ما يزعجني حقا. في خطابه الشهير، وهنا تشير طبعا الصحيفة الأمريكية، أنا هنا أتحدث عن صحف أمريكية وعن الإذاعة الوطنية الأمريكية العامة على سبيل المثال، تشير الإذاعة الوطنية العامة قبل أيام إلى خطاب وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولين باول، وتقول في خطابه الشهير في الخامس من شباط 2003 أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: كذب وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولين باول، كذب على العالم بشأن أسلحة الدمار الشامل غير الموجودة في العراق تمهيدا لغزو البلاد. ملاحظة، نحن عندما نتحدث عن الكذب الأمريكي فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، لا نقول إن النظام العراقي السابق لم يكن يمتلكها، لا بالعكس امتلكها، ومن زوده بها هم هذا المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الألماني الفرنسي، وخصوصا ألمانيا بموافقة وبدعم وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية. استخدم نظام صدام الأسلحة الجرثومية في الحرب التي شنها على الشعبين العراقي والإيراني، استخدم نظام صدام الأسلحة الكيميائية في الحرب مع إيران، وأيضا في حروبه ضد الشعب العراقي، وما حلبتش ببعيد، حلبتش الأنفال والكثير من المناطق التي استخدمت فيها أسلحة محرمة دوليا. لكن بعد غزو العراق، غزو صدام حسين يعني عفوا، لدولة الكويت، حصل أن الولايات المتحدة، وهذا الذي يعني مجلس الأمن الدولي، وبهذه الأكاذيب قبلها طبعا سبقتها موضوع فرق التفتيش التي دمرت أسلحة النظام العراقي السابق الشاملة، وما عاد يمتلك مثل هذه الأسلحة، ومع كل ذلك كذبوا وغزوا العراق. بعد 20 عاما، قالت الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة إن باول قدم معلومات استخباراتية أمريكية كاذبة إلى الأمم المتحدة بأن الدكتاتور آنذاك صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل أدى العرض إلى حرب العراق ومقتل مئات الآلاف من العراقيين. هذه الإذاعة الوطنية العامة. نقلت صحف أمريكية أخرى أن الولايات المتحدة وبريطانيا غزت العراق في مارس آذار 2003
في انتهاك صارخ للقانون الدولي وبحجة العثور على أسلحة الدمار الشامل. الجملة الأخيرة هي المهمة، لكن لم يتم اكتشاف مثل هذه الأسلحة في العراق، وما يزال القتل مستمراً. ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مبررات كاذبة لتبقي على قواتها في العراق، بالرغم من أنه قتل كما تقول منظمة التحقيق الرقابية في الولايات المتحدة، مقرها كاليفورنيا، أكثر من 1,000,000 عراقي نتيجة الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. فمن المهم جدا هنا أن نذكر فقط بأن هذه القوات الأمريكية باتت عبئا على العراق، وهي كانت في البداية عبئا على العراق وباتت عبئا على العراق. نفذت عمليات إجرامية، قتلت عناصر من الحشد الشعبي، من القوات الشرطة الاتحادية، قدمت المساعدات والدعم الجوي لمنظمة داعش الإرهابية، وكانت نزل عليهم كما تعلمون طائرات مروحية، الأغذية والأسلحة والمعدات، وأخيرا أيضا وليس آخرا قتلت قادة النصر، الأمر الذي دفع قبل أيام تحديدا في 5 شباط فبراير من هذه السنة رئيس مجلس الدوما البرلمان الروسي فولودين إلى القول إن الأمم المتحدة يجب أن تبدأ تحقيقا في جرائم واشنطن ضد الإنسانية، منتقدا بشكل واضح وصريح خطاب كولين باول السيء السمعة الذي هو تراجع عنه كولين باول، وقال هذه وصمة عار في تاريخ الاستخبارات الأمريكية وفي سجله العسكري الشخصي والذي كذب من خلاله على العالم. ابقوا معنا. قانون قيصر الأمريكي والزلازل يحاصران الشعب السوري. كما تعلمون أحبائي، العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بموجب ما يسمى بقانون قيصر قد حدت وأضعفت الجهود المبذولة لتقديم الإغاثة والمساعدات التي ترسلها الدول الأخرى للسوريين المتضررين من الزلزال المدمر الذي وقع مؤخرا، وبالتالي فإن هذا القانون يساهم في تعميق معاناة الشعب السوري على الرغم من الشعارات التي ترفعها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وخصوصا هذه الإدارة الحالية الحزب الديمقراطي الأمريكي شعار حقوق الإنسان، هذا الشعار الكاذب. في الحقيقة ليس فقط قانون قيصر، وإنما الحكومة والشعب السوري يرزحان تحت وطأة عقوبات غربية مستمرة منذ 12 عاما، منذ ما سمي بالربيع العربي. هذا الربيع العربي الذي كان هدفه واضحا وهو إسقاط الدولة السورية باعتبارها الخط الأول، خط الصد الأول في المواجهة مع الكيان الصهيوني في حرب تحرير فلسطين، هذا المشروع الاستراتيجي الذي تؤمن به الجمهورية الإسلامية وكل الشعوب العربية والإسلامية وكل الأحرار في العالم، وعدا طبعا بعض الأنظمة التي تمكن النظام الصهيوني وتمكنت القوى الغربية من إيجاد أنظمة يعني تنفذ أجندتهم، لا نقول عميلة، أو على الأقل أنها ضعفت وخذلت واستسلمت لما بدأوها بمعاهدة كامب ديفيد، ورا كامب ديفيد وادي عربة ورا وادي عربة أوسلو، وبعدين إجوا جاي هاي السلسلة الجديدة اللي بدت في 2020 باسم اتفاقيات أبراهام أو إبراهيم عليه السلام. منذ 12 عاما كما قلنا فرضت عقوبات مزقت البنية التحتية السورية وجعلتها ضعيفة في مواجهة الزلازل، وفرضت بالتالي واقعا مأساويا كبيرا خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وأيضا في المناطق التي وهي الآن قليلة تسيطر عليها قوى التكفير، أكثر من 105 حركات فصائل مسلحة تكفيرية تسيطر وتتجمع في
منطقة إدلب وضواحيها وما حولها. 102 فقط من هذه الحركات تضمنها تركيا في مسار الأستانا بمشاركة إيران وروسيا، والثلاثة البقية مثل داعش، مثل جبهة النصرة ومنظمات أخرى غيرهم طبعا، أيضا أكثر من 105 هي ترعاها تركيا لكن ليس بشكل رسمي طبعا مع دول أخرى. هناك دول هبت لمساعدة الشعب السوري، لكن قانون قيصر تحديدا يفرض على كل دولة تساعد الشعب السوري عقوبات، فهذا الأمر بالتأكيد يعني عرقل أو جعل الكثيرين لا يجرؤون على مواجهة قانون قيصر، مع أنه لا هنالك دول يعني، والحكومة العراقية مشكورة بكل صراحة بالرغم من المشاكل التي تواجهها فيما يتعلق بأزمة الدولار المفتعلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا النقاش والجدال المستمر، الحوار المستمر فيما يتعلق بالقيود الأمريكية المفروضة على حركة الدولار الأمريكي في العراق بشأن المصارف والبنك المركزي وكل هذه الأزمة. أقول رغم ذلك نعم بفضل الله ورعايته وامتثالا لأوامر وبيان الإمام آية الله العظمى السيد علي السيستاني هبت الحكومة، هبت قوات الحشد الشعبي، هب الناس، هب يعني الجمعيات الشعبية كلهم هبوا والحمد لله لتقديم المساعدات للشعب السوري. لكن هذا يعني أيضا أن الدول التي لا يمكنها تقريبا تقديم مثل هذه المساعدات لسوريا يعني ساهمت في معاناة الشعب السوري. كان يفترض بهذه الدول أن تتحدى هذا الموضوع، تتحدى قانون قيصر. يعني تصوروا المبعوث الأممي يعني الأمم المتحدة ما قدر يفك حلقة، يعني ما قدر عفوا يعني يسد حلقة اعذروني، وقال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أنه يجب عدم تسييس الاستجابة لحالات الطوارئ، ويجب علينا بدلا من ذلك التركيز على ما هو مطلوب بشكل عاجل للمساعدة. وأرسلت بالفعل الأمم المتحدة قافلة إلى مناطق شمال غرب سوريا المنكوبة بالزلزال، لكن هذا الأمر طبعا شوي تأخر، وقلت لكم كلما يتأخر الأمر كلما حجم الكارثة يزداد وينقطع الأمل في العثور على ناجين. هو الموضوع ليس فقط إغاثة الناجين، هو الموضوع الأساسي والمهم جدا هو إنقاذ من بقي تحت الأنقاض، إنقاذ من كان لقمة سائغة للأنقاض، يعني خصوصا في الحرب كانت أمريكا تشن بعض العمليات، الطائرات الإسرائيلية تقوم بها ما تسمى بالمعارضة، كلها تضعف من البنايات التي يسكنها المواطنون سواء في العاصمة سواء في المدن الأخرى سواء حتى في الأماكن التي يسيطر عليها هؤلاء. العقوبات من المفترض يعني هذا كلام الأمم المتحدة، يقولون العقوبات من المفترض أن تفرض على الحكومات إذا أنت عندك موقف من الحكومة الفلانية، ومع ذلك هو لا يجوز. لماذا يعني لماذا تفرض عقوبات على حكومات لا تتلائم معك في وجهات النظر السياسية؟ سوريا تختلف مع أمريكا في قضية التسوية مع الكيان الصهيوني، سوريا خلقوا لها هذه أزمة الربيع العربي، إيران نفس الشيء، إيران ترفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، تدعم منظمات المقاومة، فرضوا عليها عقوبات بذرائع مختلفة، وهي مستمرة هذه الذرائع، كوبا وفنزويلا الصين روسيا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حتى على الأوروبيين أن ينسجموا معها في فرض عقوبات على دول لا تتماشى مع سياساتها. بالمناسبة حتى الكثير من السياسات الأمريكية لا تتماشى حتى مع السياسات الأوروبية، لكنها تخضع للإرادة الأمريكية بالرغم من وجود أصوات هنا وهناك للخروج من السيطرة الأمريكية. قانون قيصر، هذا قانون قيصر الظالم، هو تشريع أمريكي يعاقب
من دون وجه وأي حق. لا يوجد مبرر أصلا، أمريكا لا تملك هذا الحق أن تفرض تشريع، تشرع قانون تسميه قانون قيصر، يعاقب الدولة السورية والشعب السوري على ما تعتبره واشنطن بأنها جرائم حرب. زين، حتى تفسيرك لجرائم الحرب، وحكينا قبل شوية الأمريكان أنفسهم الذين ارتكبوا جرائم حرب يعترفون بأن أمريكا ارتكبت جرائم حرب، وأن على يعني إذا أكو هنالك من يستطيع أن يحاكم يجب أن يحاكم القيادات العسكرية الأمريكية التي شنت حروبا فاشلة، منها طبعا في العراق وأفغانستان، وارتكبت جرائم حرب. هذا القانون يجب أن يداس تحت الأقدام حقيقة من دون أن أنحاز. يعني نعم، الإنسان ينحاز إلى بني قومه، إلى أهله، إلى نعم، يعني هذه نظرية حب الذات التي تحدث عنها سابقا الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية. لكن لو نظرنا بمهنية وجلسنا مع أنفسنا للحظات لوجدنا بالفعل أن العراق حكومة وشعبا، وطبعا فوق كل ذلك المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، أقولها بكل صراحة، وضعوا قانون قيصر تحت أقدامهم. المطلوب المزيد، لأن سوريا وقفت بغض النظر عن بعض المواقف السياسية بعد العام 2003 التي اقتضتها ظروف المرحلة، لكن بغض النظر عن كل ذلك نحن وسوريا الآن لدينا هم مشترك. وقف السوريون إلى جانبنا، نحن وقفنا إلى جانبهم في موضوع الحرب على الإرهاب. سوريا، وهذه يجب أن نلتفت إليها باستمرار، أجهضت في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد طبعا مع ليبيا مشروع كان صدام يهلل له ويطبل له، هو الحرب بين العرب والفرس، أرادها حربا بين العرب والفرس، وسماها بقادسية صدام حتى يعطيها شوية مسحة من الإسلاموية. لكن وقوف سوريا إلى جانب إيران، الثورة الإسلامية الفتية، وكذلك ليبيا، أجهض هذا المشروع لأن قسم. وبعدين طبعا الجزائر وقفت على الحياد وأرادت أن توقف الحرب، سلطنة عمان أيضا شجعت بعض الدول الأخرى لكي ترفض مقولة الانخراط في حرب بين العرب والفرس كما كان يريد صدام بإثارته النعرات العنصرية والقومية. من هذا الواقع فنحن يجب أن ندعم سوريا، ومو فقط في موضوع الزلزال، أصلا يجب أن تستمر مثل هذه المساعدات وإيجاد علاقات قوية متينة. مو ما ندعو سوريا في مؤتمر يبحث أمور الجوار العراقي كما فعل مصطفى الكاظمي في السنة الماضية، ومع الأسف استمرت هذه السنة إلى المؤتمر الثاني الذي عقد في عمان باسم قمة بغداد. لا لا، يجب أن تكون سوريا حاضرة معنا في كل العلاقات المناسبات التواصل السياسي والدبلوماسي، لأننا أمام أزمات مشتركة، خصوصا ما يتعلق بالإرهاب الذي لا يزال، والذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية وقوى دولية أخرى أن تستفيد من ورقته مرة أخرى لتبرير بقائها في المنطقة، في العراق وفي سوريا. فقانون قيصر سقط تحت أقدام العراقيين، يجب أن يسقط تحت أقدام العرب والمسلمين والعالم الإنساني، العالم الحر. ابقوا معنا. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة في الصين. قام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي بزيارة تاريخية، زيارة دولة رسمية إلى بكين بدعوة من الرئيس الصيني. استغرقت الزيارة 3 أيام. اهتمت بهذه الزيارة وسائل الإعلام الصينية. قبل يوم من زيارته كتب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مقالا
في صحيفة الشعب اليومية باللغة الصينية، يعني ترجمة له كما تلاحظون، وهي طبعا الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني. قال إن طهران وبكين اللتين وقعتا اتفاقية شراكة مدتها 25 عاما، 25 عاما لتوسيع التعاون المتبادل في العديد من المجالات، لديهما الكثير من القواسم المشتركة. قال رئيسي إن إيران والصين تتخذان مواقف مماثلة تجاه التطورات العالمية، وتعارضان الإمبريالية والأحادية، هنا مربط الفرس، والأحادية، وتصران على أهمية احترام حقوق ومصالح الدول الأخرى. الرئيس الإيراني أكد على أن البلدين يعارضان الإجراءات الأحادية والقسرية كما تحدثنا في قانون قيصر. الصين وإيران تتعرضان إلى إجراءات مماثلة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة دون وجه حق على البلدين. وهو يشير إلى أن هذه العقوبات وهذه الإجراءات القسرية تعتبر من أهم المفاصل الرئيسية والأسباب الرئيسية لإيجاد الأزمات وانعدام الأمن في المنطقة والعالم. الهيمنة الأمريكية واستخدام هذه الغطرسة يؤدي إلى أن يفقد العالم الاستقرار، مو بس المنطقة. وبالنتيجة يقول احنا بيناتنا مشتركات كثيرة أخرى، أن نبحث عن العدالة العالمية، على المساواة الدولية، نظام عالمي مستقر. هذه الزيارة حقيقة كان ينتظرها الصينيون كثيرا. نعم، حصلت لقاءات بين الرئيسين في مناسبات جانبية كثيرة، خصوصا في بعد أن انضمت إيران بشكل رسمي إلى منظمة شنغهاي. نعم، لم يفعل انضمامها، لكن هي الآن عضو في منظمة شنغهاي، ويفترض أن يتم تفعيل هذه العضوية بشكل رسمي خلال هذه الزيارة، أو تساعد هذه الزيارة في تفعيل العضوية، لأنه كان الذي يحول دون انضمام إيران إلى العضوية هو العقوبات الدولية مو الأمريكية، التي فرضت من مجلس الأمن الدولي بسبب برنامجها النووي. وهذه العقوبات كلها رفعت بعد أن تم التوصل إلى الاتفاق النووي في 20 من تموز يوليو 2015. فمن هذا الواقع فإن تعزيز العلاقات بين إيران والصين مهم جدا للبلدين، خصوصا وأن تاريخيا إيران والصين عندهم طريق الحرير التاريخي، وإيران تعتبر من المفاصل الأساسية في طريق الحرير. وهذا الجمود الذي أشرت إليه قبل قليل فيما يتعلق بالاتفاق النووي لا يزال قائما، الأمر الذي يتماشى مع سياسة إيران التي أطلقها الرئيس إبراهيم رئيسي في التوجه شرقا. في زمن الرئيس حسن روحاني كان هنالك تعويل كثير على نجاح الاتفاق النووي، وبالتالي يمكن لأن تنخرط إيران مع الغرب، لا تضع كل بيضها في سلة الغرب، بس تعطي أولوية لموضوع الغرب. لكن بعدين شفنا أنه عندما جاء بايدن ترامب وانسحب من الاتفاق النووي تقريبا هذه النظرية واجهت صعوبات، الأمر الذي جعل الرئيس إبراهيم رئيسي يرفع شعار وهو التوجه صوب الشرق. لكنهم روحاني والسيد إبراهيم رئيسي يلتزمان بمبدأ لا شرقية ولا غربية، العزة والمصلحة والحكمة، ثلاث عناصر رئيسة وضعها الإمام السيد علي خامنئي لتحديد خارطة العلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية. والشعار الأول الذي رفع من قبل الإمام الخميني بعد الثورة مباشرة، لا شرقية ولا غربية، والذي هو موجود طبعا لا يزال موجود على مبنى وزارة الخارجية، لا يحدد السياسة الخارجية، يعني عملية موازنة
في العلاقات بين الدول الشرقية والغربية مع ملاحظة مصلحة إيران بالدرجة الأساس. لهذا لاحظنا مثلا مجلس صيانة الدستور هو الذي يصادق بعد أن يصادق البرلمان على القوانين، مجلس صيانة الدستور قبل سفر الرئيس إبراهيم رئيسي إلى بكين صادق على مشروع انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي، صادق. لكن في نفس الوقت طبعا أي مجلس صيانة الدستور الإيراني صادق رسميا، والآن أصبحت العملية القانونية رسمية تسمح لإيران، الإيران أكو ضوابط، مو بكيف توقع اتفاقيات ومو بكيف تنضم إلى معاهدات، لأن يمكن أن يفسر انضمام إيران لهذه المعاهدة هو انحياز للشرق وخلاف لمبدأ لا شرقية لا غربية الذي كرسه الدستور. فإجا مجلس صيانة الدستور الذي يتألف من 12 شخصا، 6 من القانونيين ينظرون إلى القوانين وأنها تتلائم مع الدستور، و6 من الفقهاء آيات الله ينظرون إلى هذه القوانين التي يتم المصادقة عليها، معاهدات وغيرها، بحيث لا تتعارض مع الإسلام. فمن هذا الباب أنا أريد أن أتحدث أيضا هنا أن هذه الزيارة هي رسالة قاسية جدا إلى الولايات المتحدة وإلى الغرب. شنو رسالة قاسية؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب خلال الفترة الماضية راهنوا كثيرا على إيجاد اضطرابات في داخل الجمهورية الإسلامية، استمرت أسابيع بذريعة مهسا أميني وحجج مختلفة وثورة الحجاب، واشتغلت كل وسائل الإعلام المعادية في الشرق والغرب والداخل والخارج لإضعاف الجمهورية الإسلامية من الداخل، وتحديدا من الغرب، وتحديدا هنا من بريطانيا انطلقت حملات معادية كثيرة للشعب الإيراني لإيجاد فجوة كبيرة بينه وبين قيادته. الحمد لله هذه الزيارة مو بس هي فقط جاءت دليل على أن الإيرانيين انتصروا على مؤامرات الغرب، بل لأنها جاءت بعد يومين أو ثلاثة، يعني الثلاثاء بدأ الزيارة السيد إبراهيم رئيسي، يوم السبت شهدنا في إيران خروج أكثر من 21 مليون إيراني متظاهر أيدوا نظام الجمهورية الإسلامية وأحيوا الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل. هذا يعني شنو؟ هذا يعني أن الرهان على الشعب الإيراني، الرهان على إيجاد فجوة بين الشعب وقيادته، هذا فشل. ودليل آخر على هذا الفشل هو اعتراف من يسمون بالمعارضة الإيرانية في الخارج، طبعا الذين يسمون معارضة إيرانية في الخارج بأنهم فشلوا، وتتحدث بعض قنوات المعارضة بالفارسي، ومنها حتى BBC فارسي التي يفترض أن تلتزم بمهنية BBC العريقة المزعومة، يقولون علنا بأنه الفرنسيين على سبيل المثال، يعني إدارة ماكرون سألت هؤلاء المعارضين، قالوا لهم أين ثورتكم؟ الثورة خمدت، فلماذا لا نذهب إذن إلى المحادثات مع إيران؟ يعني أوقفوا هاي المحادثات النووية التي بدأوها في فيينا وجنيف، حتى الأمريكان وقالوها علنا، يعني حتى بعض المعارضين، لا أود أن أذكر أسماءهم ما أريد أكبرهم، يعني واحدة من المعارضات التي يتبناها الأمريكان بشكل رسمي يجتمع بها وزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو، الكونغرس الأمريكي راد يسوي قانون باسمها، والله شنو، والله خوفا من اختطافها أو كذا في من قبل إيران هكذا، يعني في قانون لحمايتها. هذه الامرأة تعترف وتقول قالوا لنا الأمريكان، الإدارة الأمريكية، البيت الأبيض و القصر الأليزيه، أن ثورتكم فشلت، فلماذا إذن يعني لا تعاتبون باتشور ولا تعترضون أو تنتقدون ذهابنا إلى إيران لكي نبرم أو نعود إلى الاتفاق النووي؟ وبالفعل الآن هنالك رسائل يتم تبادلها، الأمريكان يرسلون رسائل عبر وسطاء مختلفين،
أوروبيين وغير أوروبيين، ومنهم طبعاً وزير خارجية قطر، ومنهم عمان، ومنهم سويسرا، السفارة السويسرية، ودول أوروبية، ممثل الاتحاد الأوروبي، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ينقلون رسائل من الأوروبيين ومن الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى الاتفاق النووي من جديد أو إلى المفاوضات، لكن الإيرانيين الحمد لله رب العالمين يشترطون رفع الحظر، أي العقوبات الجائرة الظالمة المفروضة، خاصة فيما يتعلق بالحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الحرس الثوري. وما لم يحصل تقدم في موضوع رفع العقوبات فلا اتفاق نووي ولا هم يحزنون. وقد لوح وزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان بالخروج من معاهدة الحد من الانتشار النووي، وإذا فعلت إيران ذلك فعليهم أن ينتظروا النموذج الكوري الشمالي، وعلى رأيي عليهم أن ينتظروا النموذج الكوري الشمالي. يا معبد الله.